الخميس 31 أكتوبر 2019 في عرب وود الليلة. عاصر حلاني تحت نار النقد بسبب أبنائه. الوليد هو بيّن لأنه صوته حلو مش لأنه ابن عاصر حلاني. عرب وود يكشف عن أحداث فيلم عندي صورة. فيلم عندي صورة فيلم دوكيومنتري الأول بالنسبة لي. داليا مصطفى تكشف حصرية لعرب وود عن شخصيتها في حواديت الشانزليزيه. هي ست ملاك بس بإيد أي راجل ممكن يحولها لكائن كده يعجز الشيطان عن التعامل معاه. ديما قندلفت في تصريح رقيق عن سيرين عبد النور. بقول لها بوصلتك مظبوطة دايما. أقيم العرض الخاص لفيلم عندي صورة بحضور صناعه والفنانين. لكن يا ترى قصة الفيلم إيه؟ خصوصاً إنه حصل على جائزة ذهبية في مهرجان الجونة لأحسن فيلم عربي. عندي صورة بره لحضرتك. رحلة الكومبارس الشهير مطاوع عويس هي قصة فيلم عندي صورة، واحدة من أشهر الوجوه السينمائية اللي عرفها وحفظها الجمهور جيدا حتى دون أن يعرف اسمه. فيلم عندي صورة فيلم دوكيومنتري الأول بالنسبة لي. الفيلم بيتكلم عن قصة حياة مطاوع عويس، أو مش قصة حياته، يعني دور مطاوع عويس في صناعة السينما المصرية. وفي معانا مساعد مخرج الأستاذ كمال الحمصاني، هما الاثنين بيشكلوا جيل مختلف من السينما، واحنا بنشكل جيل تاني مختلف وبنحاول نوصل لحاجة تصنع فيلم دوكيومنتري عن مطاوع عويس نفسه. الصورة دي عمرها أكتر بيفنتي. تقديرا لمجهوداته الفنية على مدار عشرات السنين، قام المخرج محمد زيدان بتوثيق رحلته الفنية اللي بيتجاوز عمرها أكثر من 1000 عمل ليصبح مطاوع عويس بطل فيلم بعد مماته. مطاوع عويس هو بالنسبة لي هو أهم شخص قدم الأدوار السنوية في تاريخ السينما المصرية، وكنت محظوظ جدا أنه أصلا كان لسه عايش أثناء مجال الفكرة دي. شخص عنده شغف شديد جدا ناحية السينما، وكان قادر يتواصل معها بشكل كبير جدا، ما كانش بيبدي اي حاجه في حياته عنها، فبالتالي كان مناسب جدا بالنسبه لي انه يتقدم كدور بطل، او انه البطل الشخص اللي بيحب المهنه بتاعته جدا بصرف النظر عن اهميتها. ممكن يا استاذ افرجك؟ انا اللي اقول، انا اختار. فكرنا حقيقي ده تمثيل. احنا لسه ما شفناش الفيلم، لكن انا متابع قصته وعارف الشخص اللي هم اشتغلوا معاه، ومتحمس جدا اشوف الفيلم في الاخر هيحكي لنا قصه عامله ازاي. انا سمعت عن التجربه خفيف جدا، لكن انا عاده بثق في الـ في الـ في, الـ في العروض اللي زاويه بتقدمها، فانا جاي النهارده وانا ما عنديش معلومات كافيه خالص عن الفيلم، ما عنديش معلومات اصلا يعني، وداخل اكتشف كده. انا عاوز افهم ايه اللي وصلني هنا. ده يجي 1000 فيلم والفيلم ده 1001. هننتقل دلوقتي عند زميلتنا سلمى الأزاز في النيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير خليل.
لا زال الجمهور العربي والجمهور الخليجي بصفة خاصة على موعد مع ليالي موسم الرياض التي لا تقتصر فقط على الحفلات الغنائية بل تحتوي على العديد من الأنشطة المتنوعة، ويمكن أبرز هذه الأنشطة هو مهرجان التذوق العالمي اللي هنعرف تفاصيل أكتر عنه من خلال التقرير التالي. افتتح مهرجان التذوق العالمي لأول مرة في المدينة الرقمية بالرياض وتستمر فعالياته حتى الثاني من شهر نوفمبر، ويتيح المهرجان لعشاق الطعام تذوق أصناف مختلفة من الأكل. المهرجان يشارك فيه 14 مطعم من أشهر المطاعم حول العالم والحائزين على 13 نجمة ميشلان اللي يشرف عليهم نخبة من أبرز الطهاة العالميين، وتتضمن القائمة من المطعم البريطاني يقدم الطباخ توم آيكنز الحائز على نجمتي ميشلان أشهر الأطباق البريطانية التقليدية. أما المطعم الأمريكي بيقدم من خلاله الشيف جريك باكستروم قائمة طعام موسمية مبتكرة تزخر بالخضروات، بينما سيقدم المطعم الفرنسي أشهى الأطباق الفرنسية الخالية من إضافات الملح والسكر. وبالطبع هناك حضور قوي للمطبخ العربي تحت إشراف الشيف مارون جديد واللي يقدم أطباق مستوحاة من أكلات مدينة الرياض. أيضا عروض طهي حية إلى جانب الشيف العالمي سيمون روجان، أو جلسات تذوق في ركن الشواء بمشاركة الشيف ركان العريفي المشرف على المطبخ السعودي في المهرجان. وقبل عودتها بأيام للمملكة العربية السعودية لإحياء ليلة سهم ضمن ليالي موسم الرياض، نشرت أصالة صورة عبر إنستغرام أعلنت فيها عن قضاء أجازتها في دبي مع عائلتها، وظهر معاها في الصورة والدتها وشقيقها أنس نصري وأولادها خالد الذهبي وعلي وآدم، ولكن غاب عن الصورة زوجها طارق العريان مما يؤكد استمرار الخلاف بينهم حتى الآن. أما عالمياً فعلى الرغم من الانتقادات اللي وجهت لتريلر مسلسل سي إلا أن الجميع بينتظروا بشدة، وده لأنه أول مسلسل لجيسون موموا بعد نجاحه في فيلم أكوامان. Please don't compare it with Game of Thrones. هذا هو طلب جيسون موموا من جمهوره قبل طرح مسلسله الجديد سي بالأول من نوفمبر عبر أبل بلس تي في، ولكن للأسف الجمهور ما قارنوا بس بGame of Thrones ولكن شبهوه أيضا Bird Box لساندرا بولوك يلي عرض عبر شبكة نتفليكس العام الماضي، وذلك بسبب أنه أجواء المسلسل يلي ظهرت بالتريلر الخاص بسي تشبه كتير أجواء Game of Thrones، كما أنه أحداثه بتدور بجزيرة يصاب كل من فيها بالعمى، ولكن مع ولادة طفلين بيقدروا أنه يشوفوا هالشي رح يشعل الحروب بهالجزيرة، وهيدا يلي بعث بنفوس البعض من الجمهور الحالة يلي بعثها Bird Box. If we give the babies, they might leave us alone. No! I stand with Baba Boss. ولكن بالطبع كل هالشي ما رح يمنع الجمهور من مشاهدة سي يلي بيتضمن 10 حلقات، فهناك الكثير من العوامل التانية يلي بتجذب الجمهور إلى العمل، حيث رح يشارك موموا بطولة السيزن عدد كبير من النجوم أهمهم الأوسكار نوميني ألفري وودلد إلى جانب جوش بلاكر وكريستيان كاماغو، كما أن المسلسل من إخراج فرانسيس لورنس مخرج سلسلة أفلام The Hunger Games، فيما قام ستيفن نايت بتأليف المسلسل وهو كاتب بيكي بلايندرز. I have to keep you safe.
moment has come. ورح يكون سي هو جواز سفرك للعبور للعديد من الأماكن الرائعة، حيث تم تصويره بكولومبيا، كندل ريفر وبجزيرة فانكوفر الكندية. لذلك كان من الطبيعي أنه تبلغ تكلفة الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، فيما وصلت التكلفة الإجمالية إلى 240 مليون دولار. It's astonishing how the smallest moment can change an entire world. لا يزال في عربود الليلة، ماذا قالت داليا مصطفى عن إياد نصار في حواديت الشانزليزيه؟ للأسف أنا يمكن أكون أقل واحدة اشتغلت مع إياد، أقل شخصية في المسلسل رغم أني مرات. إطلالات المشاهير في الهالوين مصدر وحي الأور لوكس. الناقدة علا الشافعي تحلل أبرز الأحداث الفنية. أنا ضد منع قرار هاني شاكر بمنع حمو بيكا من الغنى. بمناسبة الهالوين تعالوا نشوف الإطلالات اللي ظهر بها المشاهير خلال الهالوينز الماضية واللي ممكن نستوحى منها Our Looks للهالوين النهاردة. إذا ذكرنا الهالوين وإطلاليته لابد أنه نذكر The Queen of Halloween هايدي كلوم يلي مننطرها كل عام حتى تبهرنا. ومن بين هير هالوين لوكس يلي من الممكن أن نستوحيها بهاليوم المميز ظهورها بكوستيوم شخصية فيونا من فيلم الأنيميشن شريك العام الماضي، كما كانت حديث العالم بال2017 حيث اختارت شخصية الويرولف يلي ظهر فيها مايكل جاكسون بكليب أغنيته الشهيرة ثريلر. وإذا كنتوا بتميلوا إلى الغرابة وجنون فممكن إنكم تستوحوا من الليدي غاغا يلي بتميل إلى strange looks إن كان بهالوين أو بالحفلات، فبخطوات بسيطة رعبت الكل بإحدى حفلات الهالوين بباريس من عدة سنوات وقتها ظهرت كجوست، وبال2017 اختارت تظهر بلوك إدوارد سيزرهاندز. وهناك خيار آخر من جو جوناس وسوفي تيرنر يلي ظهروا بزي مورتيشا أند جوميز آدامز العام الماضي. أما من الممكن أنه تعملوا مثل ما عملت كيم كارداشيان وكورتني وتظهروا بزي مارلي مورو ومايكل جاكسون. كما ممكن إن كنت تنتهزوا الهالوين لتظهروا بشكل نجومكم المفضلين مثل ما عمل هاري ستايلز وتظهر بكوستيوم ألتون جون، وكذلك ريتا أورا يلي خطفت الأنظار بظهورها بلوك بوست مالون. بدأت ياسمين صبري أسبوعها على إنستغرام بنشر صورتين لها مع مدربة اليوغا الخاصة بها، وفي اليوم التالي نشرت صورة لها من خلال رحلتها في مدينة فلورنسا بإيطاليا، ومن ثم نشرت أكثر من صورة لها في حديقة أحد الفنادق بإيطاليا، كما نشرت صورتين أخريتين بلوك مختلف من نفس الرحلة، وفي نفس اليوم نشرت أكثر من صورة لها بكاجوال لوك، ثم نشرت مجموعة من الصور في أحد الشوارع وهي مرتدية سويتشيرت لونه أسود من بالمان، وأخيراً نشرت أكثر من صورة لها على أحد الجسور الشهيرة في مدينة فلورنسا.
بعد ما تابعنا امبارح جلسه تصوير داليا مصطفى حصريا، النهارده هتكشف لينا عن كواليس مسلسلها المرتقب حواديت الشانزليزيه ودورها في هذا العمل اللي بتراهن عليه داليا بشكل كبير. حواديت الشانزليزيه اللي بترجعنا فيه داليا مصطفى بالزمن لورا، كشفت لنا ايضا عن تعاونها مع اياد نصار بطل المسلسل، فيا ترى وصفت ازاي تعاونهم مع بعض. عم تستعد داليا مصطفى للانتهاء من تصوير مسلسل حواديت شانزليزيه. اول ما جالي الورق قصه ايمن سليم، سيناريو وحوار ايمن سليم ونهى سعيد، هم اول تجربه ليهم، بس انا واثقه ان هم هيكسروا الدنيا بالعمل دوت. اول ما بعت لها قالت لي حلو جدا، تحفه، ده جامد جدا، انت ازاي جبت الفكره دي، حلوه قوي وبتاع. بعدها قلت لها انا شايفك في دور عندي في المسلسل، فهي قالت لي اسمت صح، هي عارفه انا شفتها فين، قالت لي بس انا عايزه اغير، انا حاسه ان انا لو خدت اي دور تاني هيبقى احسن. بعدها دخلنا في رحله اقناع داليا باسمت انا ونهى. هي بصراحه وثقت فينا، يعني احنا قلنا لها ثقي فينا وفي اختيارنا ليكي، انك هتقدري تعملي اسمت شخصيه كمان مليانه تحولات نفسيه، يعني هي شخصيه عندها صراعات جواها وحاجات. شو هو دوره بالمسلسل؟ انا بنت باشا واتجوزت واحد، مش عايزه احرق هو ايه، بس ست زوجه بمعنى الكلمه، هي ست ملاك، بس بايد اي راجل ممكن يحولها لكائن كده يعجز الشيطان عن التعامل معاه. اسمت دور سايكو، بنناقش قضية الطب النفسي قبل ما يبقى فيه طب نفسي في الوقت ده في الخمسينات، لو حد كان عنده أي أزمة أو أي مشكلة نفسية بيعتبروه مجنون أو ملبوس، بيودوه للشيوخ بقى وكده، لأن ما كانش فيه حاجة اسمها طب نفسي. فدور مهم وحالة مختلفة وجديد على داليا جدا وجديد على حالة الحقبة عموما. أنا مش طايقك، مش طايق نفسك، مش طايق شكلك، مش طايق وشك. أما تجهيزها لشخصية قسمت يلي بترجعنا إلى حقبة الخمسينات، بحب جداً أتفرج على الأفلام القديمة جداً، ممثلين بالنسبة لي مفضلين فاتن حمامة، سعاد حسني، اتفرجت ورجعت فرجة تاني وأنا بقرأ التاريخ المصري، أنا بحب مصر جداً، بحب التاريخ أيام الملك وبحب الفترة دي قوي، وبسطت جداً لما جالي العمل ده، ان انا الله انا هتعايش جوه الحاله دي، حتى صوتي باين لحد دلوقتي، انا بحاول انه كان ليهم طبقه كده جراف عميقه، فانا بحاول امشي اعمل شخصيه كده. وكيف كانت كواليس العمل مع اياد نصار؟ للاسف انا يمكن اكون اقل واحده اشتغلت مع اياد، اقل شخصيه في المسلسل رغم اني مراته، بس ما كانش عندي شغل كتير قوي معاه. ولكن هل رح يعطل التصوير عن تحضير اعمال اخرى؟ في فيلم جاي لي وبقراه وحاسه ان هو هيبقى حاجه كويسه جدا ومتفائله بيه ان شاء الله، يعني اعمله. وشو هي خطتها من بعد الانتهاء من التصوير؟ هسافر اكيد، هروح الاقصر واسوان، بس انا كويسه جدا تمام، يعني عايزك ضروري تكتب لي دواء عشان خاطر الصداع الفظيع دوت وظهري اللي بيوجع. اكتب لي الدواء. بعد الفاصل رسالة ديما قندلافت لماجي بوغسن. خليكي هيك محبة للحياة وللشي اللي هي بتحب تعمله. Where were you the night Lily Bridges disappeared? معلومات عن فيلم Earthquake Bird. الصحافة الفنية تصوب على أبرز أخبار النجوم هذا الأسبوع. غياب النوع ده من السينما هو اللي خلى وجود الحالة دي عند الناس والجماهير والتماهي مع الأبطال. you
بتختار أليسيا فيكندر أدوارها بعناية وبتنجح في تقديم أدوار متنوعة زي دورها في آخر أعمالها إيرث كويك بيرد. فيا ترى إيه تفاصيل العمل؟ Where were you the night Lily Bridges disappeared؟ من بعد ما قدمت أليسيا فيكندر بالعام الماضي شخصية لارا كرافت بفيلم توم بريدر وحقق نجاح كتير كبير، ترجع هالعام بشخصية مختلفة تماماً بفيلم Earthquake Bird، حيث رح تلعب دور المترجمة لوسي فلاي ويلي يشتبه فيها أنها قتلت صديقتها ليلي من بعد وجود علاقة بينها وبين حبيبها. Do you have a boyfriend? I do. He's so cute. Cute. Okay, whatever. He's gorgeous. وبشركة البطولة رايلي كيو وجاك هيوستن إلى جانب الياباني نايوكي كوباياشي. أما الإخراج فهو لواش وسبرلين، كما قام بكتابة سيناريو العمل المأخوذ عن رواية بتحمل نفس الاسم لسوزانا جونز. كما رح يشارك الأوسكار نوميني رايلي سكوت، ولكن مش بالإخراج بل كواحد من الإكزيكوتيف بروديوسرز. والفيلم من نوعية الدراما والغموض وبتدور كل أحداثه بمدينة طوكيو باليابان بالثمانينات. فيما صرحت فيكندر أنه واحدة من مميزات التمثيل هي تجربة أشياء مختلفة وتعلم لغات جديدة، حيث أنه كان عليها أنها تتعلم اللغة اليابانية من أجل دورة بالفيلم، ولكن ما كان عندها غير 3 أشهر لذلك ما تعلمت الكثير. وعرض الفيلم لأول مرة في BFI لندن فيلم فاستيفال ب10 أكتوبر، ومن المنتظر أنه يطرح بدور العرض بشكل محدود ب1 نوفمبر القادم، على أنه يتم طرحه على نتفليكس ب15 نوفمبر. You must trust me. He's the only person who ever really saw what I was. ديما كاندلافت اللي بتتوجه ليها الأنظار من دلوقتي ولحد شهر رمضان اللي جاي في انتظار عرض الموسم الرابع من مسلسل الهيبة، واللي هتكون البطلة أمام تايم حسن بعد نادين جيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور. ديما كاندلافت وجهت رسالة لسيرين عبد النور من خلال عرب وود، واللي كانت آخر بطلات الهيبة في الموسم الثالث منه، وأيضا حبت ديما من خلال زميلنا راغب حلاوي اللي أجرى معاها اللقاء في بيروت إنها تتوجه لزميلتها ماجي بوغصن في عدد من الكلمات. ديما كاندلافت كمان معروفة عنها موقفها الإنسانية واعتمادها على الفن لدعم النساء والأطفال في سوريا والعالم العربي، وعشان كده واكبناها في حملة إنسانية قدمتها على طريقتها الخاصة. لأحضان الطبيعة وجاذبيتها تطلق الفنانة ديما كاندلافت مشروع بيحمل رسالة إنسانية رح توصله بطريقة معينة من خلال الرقص التعبيري. هي مسج صغيرة أنا حبيت أوصلها. If you wanna be and live long لازم تحافظ على هالبلانت. بعد شوي إذا بضل هيك بيبطل في مي، يعني بيبطل في مي نشربها، بيبطل في شجر، بيبطل في أكسجين اللي نحن بنعتازه، هو بده يحافظ عليه، يعني لازم نحافظ عليه. حس في بوجهك أو بحكيك في سلام، يعني بيرتاح الواحد لما يشوفه قد ايه حريصة إنك تستمديه دايما وتضلك محافظة عليه. لازم يكون في سكينة وسلام لحتى تقدر تواجه كل شيء بأقل الخسائر، بأقل تعصيب، بأقل، لأنه هي يعني كمان قصيرة. بدي أقول لك
ألف مبروك حصولك على جائزة فنياً بمصر. مفتخر وبعتز فيها الجائزة طبعاً باسم الفاحل الكبير نور الشريف. بقول شكراً لإسكندرية مهرجان المتوسطي وشكراً لمصر. أحبيت أنه الجائزة أخذت عن فيني الاعتراف للمخرج باسل الخطيب. قبل ما يموت قال اسمك. اجت معي ترجع معي. نحن بانتظار برمضان 2020 لحتى نشوفك مسلسل جديد الهيبة. أكيد بيسعدني أني يكون بعمل أوريدي سمعته سابقته ونجاحه كبير. سعيدة جداً بوجودي مع كل كل الممثلين الأساتذة والنجوم والكاست الفني والشركة. شوفي أنا بتشرف والله، بس أنت عاطي الموضوع أكبر من حجمه. أخير إحنا جيران واللي صار قصة بسيطة وصغيرة وخلص. بيخطر ببالي أسماء تقولي أنت شيء بتفكري فيه، ما جيب غصن شو بتقولي لها اليوم؟ بقول لها خليكي هيك محبة للحياة وللشي اللي هي بتحب بتعمله، وبقول الحمد لله على سلامتك. سيرين عبد النور يعني المفروض هلأ تصيري ضرتها أو شيء بالهايبة. بقول لها بوصلتك مزبوطة دائما، بوصلة يعني خياراتها يعني عم تكون يعني عم تكون مقلة، بس الخيارات اللي عم تنتقيها عم تكون بمحلها. مجور مراحل عرب ود، بدي اتمنى لكم دائما كل النجاح. ثانك يو سو ماتش، دائما كنتوا مرافقيني ولليوم. وبدي اقول لكل الجمهور اللي عم تابعنا على روتانا، تابعونا دائما مع كل جديد مع عرب ود وغيره. ناطرينكم بالهيبه 2020، انطروني. بعد الفاصل في عرب ود الليلة، عاصل حلاني يدافع عن ابنه الوليد. عندي ثقة بوليد طلعوا لحده، وعندي ثقة بحالي بنفس الوقت. مجموعة من الصور والفيديوهات هي محطتنا القادمة اللي هيكون فيها الرصد وتحليل صحفي مع ناقدة الفنية علا الشافعي. فيا ترى ايه هي اهم الاحداث الفنية اللي خاصت بيها علا الشافعي عرب ود هذا الاسبوع؟ في مانع الموسيقية هنا في مصر اللي بتمنع اي شاب يباليكم مهور يغني. منع حمو بيكا من الغناء وقرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر بايقافه اثار جدل كبير في الاوساط الفنية بين الرفض والقبول. أنا ضد منع قرار هاني شاكر بمنع حمو بيكا من الغنى، لأن أنا بشوف المسألة ببساطة شديدة جدا أنه بيعبر عن شريحة كبيرة جدا مجتمعية، ده اللون الغنائي اللي هما بيحبوه. أنت اللون ده ممكن تشوفه أنه بيحمل تلوث سمعي والزائقة السمعية، ولكن للحقيقة أن أنا أقدر أقول إحنا سمحنا أن يكون عندنا عشوائيات، فده نتاج هذه العشوائيات. ده الغنى بتاعهم، ده الطرب اللي هما بيحبوه، دي الأغاني اللي هما ده الكلمات اللي بيحبوها، ولكن المزيكا دي محتاجة أن أنت تسيبها، هي بتنمو لوحدها، تروح تيجي كظاهرة. ده حقهم مجتمعيا ان هم يكون عندهم اللون والمزيكا بتاعتهم. المرحلة اللي جاية عايزة وحوش. وحظى قرار محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتكريم المخرج شريف عرفة بإشادة كبيرة من القائمين على المنظومة الفنية في مصر. تكريم الأستاذ المخرج الكبير شريف عرفة أنا بشوف إن ده واحد من أذكى القرارات اللي أخذها محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي. شريف عرفة واحد من المخرجين المصريين شديد التنوع، ده بغض النظر عن الممر، لأن شريف عنده مشوار. لو إحنا بصينا له، شريف من الناس اللي مش إعلاميا موجود كتير، هو حد عزيز زي ما احنا بنقول، عزيز جدا في ظهوره، عزيز في تصريحاته او تعليقاته على اي حاجه، ويكتفي بالعمل فقط. شريف انا بشوفه من المخرجين القليلين في السينما المصريه اللي هم يتعدوا دايما طول الوقت الناس اللي عندها رؤيه فنيه، لان في ناس كتير ممكن تبقى مخرج منفذ، ولكن شريف عاده من المخرجين اللي هم هقدر اقول عندهم وجهه نظر. احنا مش هندافع، احنا نهاجم. و
ولكن كثرة التكريمات لأبطال فيلم الممر بعد نجاحه الكبير أثارت دهشة وتعجب الكثيرين. لو احنا بنتكلم على التكريمات الكتير الخاصة بأبطال فيلم الممر، جزء منها يعني احنا ممكن يبقى البعض بيعتبره ان هو وقوف بجانب الفيلم. الفيلم يمكن في بداية العرض كمان ما كانش واخد حقه سينمائيا في دور العرض اللي كانت مفتوحة له، بعد كده المسألة دي تم تجاوزها وابتدأ السينما بتتفتح للفيلم. الفيلم عامل إيرادات كبيرة جدا. غياب النوع ده من السينما هو اللي خلى وجود الحالة دي عند الناس والجماهير والتماهي مع الأبطال. واعتبرت الناقدة علا الشافعي أنه من غير المقبول الحديث عن تقديم نسخة عربية من فيلم الجوكر. بقى فيما يتعلق بتقديم نسخة عربي، أنا بشوف إن ده حاجة يعني بصراحة عيب قوي. يعني يا جماعة احنا عندنا يعني نفسي بقى نشتغل سينما أصيلة شوية. أنا بقى عندي أزمة نفسية، أنت بتقعد تتفرج على أكشن في السينما المصرية فأنت بتشوف أكشن أمريكاني، وبتقعد تتفرج على أي حاجة بنحاول نبقى بنوصل حلم سقفنا هو السينما الأمريكية، مع ان الحقيقه ان انت عندك في الكلورك وتراثك ما يؤهلك ان انت تعمل على مستوى الجوكر وحاجات تانية. اما نجاح استمرار بانوراما الفيلم الاوروبي ل 12 دوره فكان الحدث الاكثر اهميه بين الفعاليات والمهرجانات الفنيه. مريان خوري نجحت الحقيقه ورهانها كان ذكي جدا جدا، لان فعلا فكره المقوله اللي هي البائسه انا بشوفها نوع من البؤس، ان الجمهور عايز كده سينما امريكيه او سينما مصريه بمواصفات خاصه. الحقيقه ابدا ان في جمهور مختلف وبيدور على الفن المختلف. كمان اكبر دليل على نجاح البانوراما بعد الوقت ده كله ان هي بقت كمان بتتعرض على مستوى أكبر عدد من المحافظات المصرية مش بس في القاهرة، فالبانوراما هي نافذة لتطل منها السينمات المختلفة على الجمهور المصري. مع الإصدارات الفنية العالمية يلي بتتجدد أسبوعياً ومنلقي فيها الضوء على كل شيء جديد، حيث طرحت سيلينا جوميز أغنيتين سينجل بعنوان Look at her now و Lose you to love me. وأصدر فريق Coldplay فيديو كليب لأغنية Orphans يلي رح تطرح ضمن ألبومهم الثامن بعنوان Everyday Life ب 22 نوفمبر القادم. كما طرحت كيشا فيديو كليب لأغنية Raising Hell بالتعاون مع بيك فريدا يلي رح تصدر بألبوم الرابع High Road المتوقع صدوره بيناير 2020. بينما طرح الرابر ويز خليفة فيديو كليب لأغنيته السينجل Never Lie بالتعاون مع ماني باج يو. أما على الألبومات فأصدر كاني ويست ألبوم التاسع Jesus is King يلي بيضم 11 أغنية. كما طرح جيمس بلانت ألبومه السادس بعنوان Once Upon a Mind وبيضم 11 أغنية. عادة يتهم النجوم الكبار انهم بيستغلوا نجوميتهم لادخال ابنائهم للوسط الفني، واللي طبعا بيختص سنوات طويله من الوقت والجهد عشان يقدروا يثبتوا نفسهم مقارنه بمواهب بتدخل الوسط الفني بالاعتماد على نفسها. عاصر حلاني انكر الامر تماما اثناء لقائه مع زميلتنا نقطة طرابلس في دبي، وقال ان دعمه لابن الوليد اللي شفناه بيغني معاه مؤخرا في حفله دبي مش استغلال لنجوميته او حتى واسطه، لا هو دعم الموهبه حقيقيه كان يتبناها عاصي بغض النظر اذا كان
الوليد ابنه أو لا. وده طبعا يا خليل بينطبق على ابنته ماريتا اللي رسمت لنفسها خط مغاير عن خط والدها عاصي وكمان شقيقها الوليد. الوليد هو بيّن لأنه صوته حلو مش لأنه ابن عاصي الحلاني، مع احترامي لآراء الناس. بكل قوة بيدافع عاصي الحلاني عن موهبة ابنه الوليد من بعد انتقاد البعض له أنه متواجد وبيغني بسبب والده. أنا برأيي وليد لأنه هو صوته حلو، هو من الأصوات الرائعة، قدر وصل وغنيته انتشرت وحبوا الناس. بالنسبة لي بعتبر وليد بعده بأول خطوة، إيدي بإيده وعم برسم له طريقه، وإن شاء الله يا رب إنه يقدر يكون حظه حلو. دعمه للوليد اترجم بمشاركته له الغناء بأكثر من حفل، فهل هذا الشيء يؤثر على شخصيته الفنية؟ لا، هو صوته مختلف عن صوتي، والنمط الأغاني والكاركتر بالأغاني اللي عم يختارون ما بيشبهوا اللون الغنائي اللي أنا بغنيه، بلس انه صوته لوليد خامه صوته ما بتشبه خامه صوتي ابدا. عندي ثقه بوليد بطلعه لحده وعندي ثقه بحالي بنفس الوقت. ومؤخرا نشر عاصي فيديو على انستغرام جمعه بالوليد من حفله الاخير بدبي. بجانب إيمانه بموهبة الوليد، ثقته كبيرة أيضاً بابنته ماريتا ومواهبها المتعددة. ماريتا على فكرة شاطرة كتير بالتمثيل والتقليد، يعني مش إنه موهبتها هي بس بمجال الغناء، عندها وبتحب، وعلى فكرة صار جايها كتير يعني مسلسلات، بقدر إنه قريباً بتشوفوها بمسلسل بعد ما مش الحال، بس إنه عم يجيها كتير عروض. هيدي مش أول مرة، بس هيدي آخر مرة جرب إنساك. بتشجعها إنها تفوت على ميدان التمثيل؟ هي عم تدرس هلأ تمثيل، وإذا كان العرض مناسب والقصة حلوة والسيناريو حلو أكيد ليلى. ولكن هل الدعم بيتحول لتدخل في اختيارات أبنائه الفنية؟ لا، ما بفرض عليهم، وبتدخل بيسألوني هن، يعني بنتي أو ابني بكل شيء بدهم يعملوه بيسألوني، لأنه أنا بيهم بالنهاية، وأنا حدا عندي خبرة بهذا المجال اللي هو الفن. طبيعي اليوم أولادي يسألوني بكل شيء بيعملوه. امتى رح نشوفك بأغنية تجمعك مع ماريتا والوليد؟ مبدئيا ما في طرح لهذا الموضوع، ما عم فكرنا فيها، ومنفضل انه كل واحد منهم يرسم طريقه لحاله، ما نكون مرتبطين ببعضنا. بدي حبك حب جنون مثل ما شافوا البشر نجوم السما وكل الكون، قالوا احلى من القمر، يابا قالوا احلى من القمر. خلصت حلقة عرب مود الليلة، وكان فيها عاصي الحلاني تحت نار النقد بسبب أبنائه. الوليد هو بيّن لأنه صوته حلو مش لأنه ابن عاصي الحلاني. عرب مود يكشف عن أحداث فيلم عندي صورة. فيلم عندي صورة فيلم دوكيومنتري الأول بالنسبة لي. داليا مصطفى تكشف حصرية لعرب مود عن شخصيتها في حواديت الشانزليزيه. هي ست ملاك، بس بإيد أي راجل ممكن يحولها لكائن كده يعجز الشيطان عن التعامل معاه. ديما قندلفت في تصريح رقيق عن سيرين عبد النور. بقول لها بوصلتك مظبوطة دائما. وبكده تكون خلصت أخبار وأحداث حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة.